أول تعليق من رجاء الجداوي على شائعة وفاتها، ربنا يزيح الغشاوة من قلوبها. أعربت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن حزنها من استمرار نشر الأخبار الكاذبة ببعض المواقع الإخبارية حول وفاتها، والتي أصابتها بضيق شديد من وجود أشخاص يحملون بداخلهم هذا السواد غير المبرر. ودعت رجاء الجداوي الله أن يزيح الغشاوة من قلوبهم ويرون الحق، خاصة أنها تلقت مكالمات حب واطمئنان من أشخاص لا تعرفهم من مختلف الدول العربية، في السعودية والكويت وسلطنة عمان وليبيا وغيرهم، وحتي اليمن التي رغم الظروف التي يعاني أهلها من حروب وفقر فوجئت باتصالات من أناس ليس لديها أي صلة بهم سوى حبهم الشديد لها والذي تحمد الله عليه، وهو ما خفف عنها الكثير من ابتلائها وإصابتها بفيروس كورونا. وأشارت الفنانة الكبيرة التي تخضع للعلاج من فيروس كورونا داخل مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية إلى عدم استطاعتها حصر جميع الفنانين الذين قاموا بالاتصال للاطمئنان عليها عن طريق ابنتها أميرة إلى جانب عدد كبير من المساعدين والعمال، بالإضافة إلى أصدقائها من خارج الوسط الفني، وعلمت كم الحب أو كم حب الناس لها الذين عبروا عنه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي استقرار حالتها الصحية وأنها تتلقى العلاج وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي تتبع مع كل المرضى داخل غرفة مثل باقي الغرف بلا تمييز وبنفس القدر من الرعاية والاهتمام. وسخرت ممن أشاعوا بأنها تتلقى رعاية مميزة زائدة قائلة: بحسها الفكاهي المعروف، هيهتموا زيادة ازاي؟ هيزودوا الجرعة علشان أموت؟ كله زي بعض، سواسية غني وفقير، لا يميز المرض بينهم. وأضافت أنها عندما أصيبت بارتفاع في درجة حرارتها في يوم 27 رمضان واعتقدت أنها ربما قد تكون أصيبت بضربة شمس، خاصة أنه كان يوم حار، وعندما تناولت خفض حرارة بنادول ولم تنخفض حرارة جسمها، اتصلت بالإعلاميين عمرو أديب ولميس الحديدي الذين استشار أطباء عن كيفية التصرف، وأجرت أشعة على الصدر ووجدوا جزء من الرئة مصاب. وأوضحت أنها أتمت إجراءات دخول الحجر الصحي بمستشفى العزل بالإسماعيلية ببطاقتها الشخصية التي تحمل اسمها الحقيقي نجاة علي حسن كأي مريضة، ولم يكشف أحد أنها رجاء الجداوي إلا بعد دخولها الحجر، خاصة أنها كانت في حالة إعياء وإرهاق شديدين، وأنها الآن تكمل علاجها وحالتها جيدة وتحمد الله كثيرا.